من يكون الممثل الكبير محمد خوي الذي نما طفلا بين شوارع مدينة قلعة سراغنة؟ وكيف انطلق في عوالم التلفزيون وقبله إلى السينما والمسرح؟ وكيف تطور أداء هذا الفنان الكبير عبر تجربته الممتدة لأزيد من 3 عقود؟ في حديث مع مصطفى العلواني الناقد السينمائي حكى عن تجربة الفنان محمد خوي ابن مدينة قلعة سراغنة التي ترعرع بها عبر 3 مراحل، أولها البدايات في مسرح الهوات وكيف تبر واستطاع أن يبرز اسمه وسط المسرح الاحترافي، كما يتحدث عن مروره من مسرح إلى السينما وكيف استطاع تجنب السقوط في مخاطر هذا الانتقال، كما يتطرق من خلال حديثه لأما أهم الأعمال التي بصمت المسار الفني لمحمد خوي السرغيني. يطول الحديث عن تجربة الفنان محمد خوي الممثل وبالأحرى المشخص المسرحي والسينمائي القدير، وفي هذه أركز على نقطة أساسية في مسار محمد خوي أظن أن استيعابها مفيد خصوصا للناشئة من الشباب المولعين بفن التمثيل والتشخيص. ظهرت ميول محمد خوي للفن المسرحي مبكرا منذ فترة دراسته بالثانوية، وما لبث أن انخرط على غرار أقرانه بحركة مسرح الهوات، لكن هوس محمد خوي العميق بالتمثيل وطموحه لصقل موهبته بالتكوين جعله يلتحق بورشة المرحوم الأستاذ عباس إبراهيم التابعة للمسرح الوطني محمد الخامس، وهي ورشة كما لا يخفى طالعية تخرجت منها أسماء هي اليوم ضمن صفوة الممثلين المغاربة. ومع تأسيس فرقة مسرح اليوم ثم مسرح الشمس تكرس اسم محمد خوي ممثلا نجما من فرسان الركح المغربي. النقطة التي يمكن الارتكاز عليها هي العبور الناجح لمحمد خوي من التمثيل إلى الفن إلى السينما، وهو انتقال كما يتفق كل المتخصصين محفوف بمخاطر عدة لم ينجح فيه ممثلون وممثلات كانوا يعتبرون أعمالا في التمثيل المسرحي. ومن باب التاريخ والمناسبة الشرط أذكر في هذا الباب ممثلين مغربيين كبيرين نجح في هذا الانتقال وأسس للتجربة المغربية في ميدان التشخيص السينمائي، وأقصد بالذكر الفقيدين محمد العربي الدغمي ومحمد الحبشي. محمد خوي ورفيق دربه محمد المرحوم محمد البسطاوي أكمل ما بدأه هذين الرائدين وارتقيا به إلى الأجود. وعلى الرغم من عدم وجود استفادة محمد خوي من أي إعادة تكوين بتخصص التشخيص السينمائي، فإن سينيفيليته كواحد من رواد الأندية السينمائية جعله بحدسه السليم يدرك الفروق الأساسية بين التشخيص السينمائي والتشخيص المسرحي، والتي هي فروق دقيقة وحاسمة في النجاح في هذا الانتقال الصعب من المسرح إلى السينما. لقد استوعب محمد خوي بألمعيته وذكائه أن التشخيص المسرحي يقوم على تفجير الطاقة الداخلية ونفتها بجمالية على الركح، بينما في بلاطو التصوير يتوجب استبطان هذه الطاقة والتقاطها وتشربها بهدوء من المحيط من المتخيل ومن العالم السينمائي الذي يتواطأ مع المخرج. وقد ارتبط اسم محمد خوي منذ بداية اشتغاله بالسينما بفيلمين أثيرين يعتبرهم المهتمون والنقاد: الفيلم المغربيين الذي صالح الجمهور المغربي مع السينما المغربية، وهما حب في الدار البيضاء للمخرج عبد القادر القطع، وفيلم البحث عن زوج امرأتي للمخرج محمد عبد الرحمن تازي. ويكفي أن نشير أنه مر اليوم عقد من الزمن على حيازة جائزة أحسن تمثيل لمحمد خوي عن أحسن دور في المهرجان الوطني للفيلم
بطنجة. فيلم سمير في الضيعة للمخرج لطيف الحلو، وهو دور مركب يعتمد على الحضور الجسدي والاستبطان النفسي. ركزت على السينما لأن الفنان محمد خوي سواء على مستوى الفن المسرحي أو الدراما التلفزيونية لم يعد يحتاج إلى تعريف، خاصة وأننا نتابع النجاح الباهر لمسلسل سلامات أبو البنات، والذي يدين بنجاحه لهذا الفنان الكبير، هذا الفنان السخي. ولأن محمد خوي عندما يؤمن بعمل فني فإنه يعطي أحسن ما عنده حتى النفس الأخير. محمد أخوي كما يعرفه الكثيرون إنسان وفنان ناقد متمرس شرس لأعماله، لا يهدأ له بال ولا يعرف الغرور طريقا إلى نفسه. عندما يكون محمد أخوي بصدد الإعداد والتركيز على تنفيذ عمل ما، يعيش كما في حالة دهشة ووجل للبدايات، لأنه ما فتأ يعتبر نفسه ببداية الطريق، ويتصور دائما أن الإبداع الخلاق لا بحر له ولا قرار له، وأن كل عمل جديد هو فرصة لتعلم شيء جديد. أما الناقد عبد الكريم وكريم فيرى في محمد خوي قائد للتمثيل في المغرب، ويتميز بأسلوب حربائي، فهو يتلون من دور إلى آخر إذ لا تكاد تميز أو تجد مشتركا أو نوعا من التنميط والتكرار في أدواره. ففي نظره فإنه يتحدث عن المشخص محمد خوي دون أن نستحضر قدرته التمثيلية التي جعلته يتصدر المشهدين السينمائي والتلفزي في المغرب. إلا أن يختلف اثنان عن كون محمد خوي من أهم وجوه الرجالية في التشخيص بالمغرب، ولم تأتي المرتبة التي تبوأها محمد خوي جزافا ولا بمحض الصدفة، بل الرجل قد نحت له مسارا فنيا في السخر، انطلاقا من المسرح إلى العقد الثلاثينيات، حين مر من تجربة جد مهمة والمتمثلة في ذلك بالمرور بفرقة الشمس التي جعلته يلتقي بصديق عمره محمد البسطاوي ويشتغل مع واحدة من ركائز التمثيل النسوي في المغرب توريا جبران. وانطلق محمد خوي في سماء النجومية ليكون العنصر المشترك في العديد من الأهم الأفلام المغربية، إضافة لأعمال تلفزيونية دخل من خلالها إلى بيوت المغاربة وإلى قلوبهم معا، وهو الذي لا يحل لأصدقائه أن ينادوه بالقيد، تلك الشخصية التي تقمسها بعمق وبحرفية في إحدى المسلسلات التلفزيونية المغربية الأكثر مشاهدة. قائد التشخيص في المغرب بدون منازع، ومثال يحتذى للجيل الصاعد من الفنانين الذين ما زالوا في بداية الطريق. ويتميز أسلوبه في الأداء التمثيلي بكونه يتلون كالحرباء من دور لآخر، إذ لا تكاد تميز أو تجد مشتركا نوعا من التنميط والتكرار في أدواره، فليس هناك مثلا وجه للتشابه نهائيا بين دوري كذلك الذي تقمسه في فيلم سميرة في الضيعة، والذي أدى فيه شخصية عاجز جنسي بتفوق وامتياز، وبين دوره مثلا في أندورمان الذي أدى فيه دور الأب القاسي على ابنته، والذي يريد أن يصنع منها ذكرا ورجلا رغما عن أنوثتها. وهو كذلك محمد خوي الذي يعطي دائما لكل دور قيمته مهما كان حجمه. والفنان محمد خوي يشهد له الجميع بطيب المعشر وحسن الخلق والتفاني في العمل، وتلتقي الحسنتان، فهو موهوب وبه الكثير من الإنسانية، وهو الإنسان المتواضع والذي يزور مدينته باستمرار، مدينة قلعة السراغنة، ولا يتنكر لها، وغير مدع رغم الشهرة والحب اللذان يتمتع بهما في الشارع المغربي. وتمتاز أعمال محمد خوي بتلك الروح المتجددة التي يتميز بها وقوة حضوره في المشهد المغربي، وكيف استطاع
أن يظل محافظا على مستواه التشخيصي لقائد للتمثيل المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.